بصل يعني مثلا بصلتين، طماطمتين، شويه ثوم مفروم كده بحوالي معلقه صغيره، عصير ليمون وخل، ملح وفلفل وبابريكا، وهيبقى كوبايه ميه. دي كده المقادير اللي هعملها عشان احول اللحمه المسلوقه لكباب، وطبعا فحمايه او فحمايتين كده والعين. هنعمل جنبها بقى عشان اكلتنا تبقى كامله، هنعمل سلطه الحاتي بالميه الشهيه اللي اسمها السكالانس، ميه السلطه اللي بتفتح نفسنا على الاكل. سلطه الحاتي عباره عن خيار وطماطم، بصل، فلفل رومي وفلفل حامي، بقدونس مفروم، ملح وكمون وشطه، عصير ليمون وخل. حاجه بصوا، اللحمه المسلوقه اهي، لحمه مسلوقه عاديه جدا يا جماعه، شايفين ازاي؟ مع بصلاية وطماطماية ما عنديش اي مشكلة خالص، وهروح واخداها في مصر بالشكل ده. اي بصل بس او طماطم نشيله، هصفيها كويس قوي وبردها. ادي اللحمة المسلوقة اهي في مصفة بالشكل ده، دي اول خطوة معايا. طيب بعد كده هعمل لها الصوص اللي هسقيها بيه، او الخلطه اللي هحولها لكباب. قبل ما احطها في الزيت على النار لازم الخلطه تبقى موجوده جنبي، عشان اول ما احطها في الزيت ممكن تتلسع مني، خدوا بالكم. هعمل ايه بقى؟ ادي شفشق الخلاط، بسم الله. حطينا طماطم، بصل، توم، حطينا ملح، فلفل اسود، بابريكا، عصير ليمون وخل وتوم، دي وكوبايه ميه. دي كده المقادير بتاعه الخلاط. بس يا ست الكل، مصفى عشان اصفي الخليط ده، بسم الله. واحده واحده كده هصفيه من كل التفل الزياده. الميه بقى اللي هتنزل لي دي واخده الخلاصه كلها. احنا حاطين هنا ملح وفلفل اسود وحاطين بابريكا، يعني انا مش محتاجه ازود فيها ايتها حاجه. عندي بقى الطاسه او الوك اللي حمر فيه اللحمه، كنت مهديه عليه النار. نعلي علي علي علي، لا تسخن كويس قوي. بعدين شوية زيت، بسم الله، مش كتير، يسخنوا معايا. وكل هنزل كده باللحمة وهقلب على طول، بسم الله. عايزاها بس ايه، تاخد ايه، لسعة بس بسيطة كده. لما صوتها هيعلى على طول هسقيها بالخلطه اللي عملناها. بصوا، هروح جايبه كبشه صغيره من الخليط اللي عملناه اللي فيه كل التوابل، واروح جايه عليها كده. بصوا مثلا في الاول خالص قد ايه، نص كبشه عشان تشربها معايا اول بول، هي دلوقتي عطشانه جدا. يلا بينا، بسم الله. بصوا بصي يا سمر معايا، يلا. ونقلب وشموا الروايح بقى اللي طالعه. انا بس عايزه ابعد شويه. اللي بيحصل كل ما تعالوا نقولها بالبلدي كده، بسقسقها بالخليط اللي عملته او السائل اللي عملناه اللي فيه الخلطه الحلوه، بتشربها على طول اول بول، ما بحطش كتير، نص كبشه بنص كبشه مش اكتر من كده. بصوا اللون بيبتدي يتغير بالشكل ده اهو، شايفين ازاي؟ هكذا اللون ايه، اللون عمال ياخد الشوي. جهزوا لنا الفحم يا اولاد عشان هنحتاجه. هرجع تاني اروح حط عليها شويه كمان. بصوا الشويه اللي بيتحطوا قد ايه كده، حاجه بسيطه جدا. واقلب لغايه ما تشرب الخلطه دي. قد ايه اللحمه دي هتبقى بالنسبه لكم طعمها ممتع، بمعنى كلمه ممتعه، لان هي بتشرب الخلطه وهي سخنه، فبتدي نتيجه ما شاء الله عليها. تعالوا دلوقتي بقى نعمل السلطه، سلطه الحاتي، واحنا واقفين كده. فين معلقتي؟ اهي سلطه الحاتي. نقول مقاديرها تاني، بسم الله. فلفل رومي متقطع كده بالشكل ده، وخيار، ممكن نحط فلفل حامي، ماشي، واحط بصل. دي التقطيعات بتاعتها يا جماعه، والله لو عندي وقت كنت قطعت لكم كل الخضار ده ووريتكم اصلا بيتقطع ازاي. وبعدين بقدونس، والبقدونس في سلطه الحاتي بيبقى كتير شويه. قلبي كده، بصوا الخضار بقى، تقطيعه الخضار. وتعالوا بقى نعمل
التتبيله الحلوه بتاعه السلطه. قلنا تتبيله السلطه هتبقى عباره عن نجيب بوله نعمل فيها من البولات اللي كان فيها الخضار، وعايزين نبص على اللحمه لان هي في ثواني هتشرب الخليط اللي بنحطه لها، السائل اللي بنحطه. بصوا الله، شايفين عماله تشرب ازاي؟ طب ايه ده؟ ده على الرغم انها مسلوقه، يعني هي كده واخده كيسيتها من السوائل، امال عماله تشرب الخليط ليه؟ عشان انا مسخناها على النار. بصوا اهي ابتدت تاخد شكل الشوي. نعمل تتبيله السلطه كده. التتبيله الحلوه دي خل، عصير ليمون، ملح، كمون، وشويه شطه، بحطهم كده على بعض. بنزود الشطه شويه طالما ما حطيناش فلفل حامي. هنزود حوالي كوبايتين ميه بالشكل ده اهو، وبعدين بالشكل ده كده، واروح واخداها على السلطه. بسم الله، وانقعها شويه عشان الخضار ينزل لي طعمه كله كله في الميه دي، وبعد كده اروح واخده الميه دي مصفياها لوحدها، واخده الخضار حطاه لوحده. بصي بقى انا عامله ايه هنا، بوله او حله او صينيه اي حاجه فيها ورق فويل، وحاطه فيها كام فحميه والعين، ولعتهم على البوتاجاز الاول، وبعد كده بالشكل ده اهو، شايفين الفحم فين؟ وبعدين بروح حاطه مصفى فوق كده، واروح واخده الكباب احطه في المصفى. بصوا بقى الدخان اول ما بينزل بس شويه السوائل البسيطه، اللحمه بتنزل السوائل البسيطه اللي فيها في المصفى، بتنزل على ايه؟ بتنزل على الفحم. اظن ايه، مفيش جمال بعد كده، الوانه حلوه، شهي جدا جدا، التتبيله اللي عملناها في منتهى الجمال. كمان هناخد شويه من ميه السلطه نحطها في كوبايات كده، نشربها بقى مع الاكل. يا سلام عليها، دي بتطلب في المطاعم بالاسم، بتبقوا مش عارفين هي اتعملت ازاي. اتعملت قدامكم اهي يا جماعه على الهوا من الالف للياء. ادي شويه ميه سلطه اهي. يلا يا سمر، معلش ما عنديش وقت يا سمر عشان مخرجتنا قالت مفيش وقت. الكباب عندنا عامل ازاي اهو، يلا نقدمه. تروحي بقى واخداه من المصفى كده، ومحضره بقى سلطه الطحينه، ومحضره عيش محمص بالشكل ده، ويتقدم كده في الطبق. بص يا سمر، والحتت اللحمه اللي لسوعناها في الاول خالص بتديكي شكل الشوي بالظبط اهو. شايفين يا جماعه المتعه لما تكون وصفه حلوه. يلا وخلاص كده خلصنا، اسف.